أوضح وكيل الصحة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري أن متابعة مستويات المناعة بعد إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح تؤكد أنه ليس هناك مدة مثالية فاصلة بين الجرعتين، مشيرا إلى أن تأخير الجرعة الثانية يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات. وأكد عسيري أن تأخير الجرعة الثانية لبعض الفئات بالمجتمع من أجل الصالح العام هو أمر لا يدعو للقلق، موضحا أن هناك بعض الدول اعتمدت 3 أشهر و4 أشهر كمدة فاصلة بين جرعتي اللقاح.